بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا متابعينا، تحية لكم أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الأعزاء، لم يكن ترتيب انعقاد مجلس النواب في سيئون أمرا سهلا، كما لن يكون حدثا عابرا في تاريخ اليمن المعاصر. فالقادة الذين تدفقوا من داخل اليمن وخارجه وتزينت بهم محافظة حضرموت وأفردت لهم سيئون ذراعها، كانوا على موعد مع واحدة من أقوى الضربات التي ظل الحوثيون يخافونها منذ انقلابهم المشؤوم. فبحضور رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة ووزرائه وممثلي البعثات الدبلوماسية، وقف نواب الشعب على أصداء النشيد يرددون بحماس: نحن أبناء وأحفاد رجالك، سوف نحمي كل ما بين يدينا من جلالك. إنه 13 من إبريل، فجر الانبعاثة الجديدة لمجلس الشعب والنصر الآخر للشرعية اليمنية، فجر يتطلع اليمنيون لأن يكون مساؤه جلسة قريبة تحت قبة البرلمان بصنعاء ترسم مستقبل اليمن الجديد الخالي من الملشنة والحوثنة. لقد رص الرجال صفوفهم وعقدوا عزمهم لاستكمال تحرير تراب اليمن من سيطرة الميليشيات بخطى الواثق تمشي قدمي، مثل سيل وسط ليل يرتمي، هي أرضي زرعت لي في فمي بسمة الخير وناب الضيغم، وهو إيماني يؤاخي في دمي فرحة النصر وحزن المأتم. لقد عرفت الشرعية الدرب فمضت نحوه، وهتافات الشعب لها من خلفها، فهل يتغير الكثير مما كان ينتظره الشعب عسكريا وأمنيا بعد نجاحها السياسي هذا؟ كيف نجحت الشرعية اليمنية في عقد مجلس النواب بسيئون رغم التحديات الكثيرة التي اعترضتها؟ وما أهمية هذا الانعقاد التاريخي في ظل المرحلة الاستثنائية من عمر البلاد؟ وما متطلبات المرحلة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين؟ الانعقاد التاريخي لمجلس النواب في سيئون موضوعنا لهذه الليلة، وفي هذا الحدث التاريخي من عمر اليمن أناقشه مع ضيفي من سيئون عبر الأقمار الصناعية، الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح. شيخ حميد، أسعد الله مساك وأهلا وسهلا بك. مساكم الله بالخير، حياكم الله وحيا الله إخواننا في سهيل العاملين والمشاهدين جميعا. حياك الله، ونحن سعيدين بك اليوم، سعادتنا بك تكتمل مع سعادتنا بانعقاد مجلس النواب في سيئون، وهذا الانعقاد التاريخي سنناقش أبعاده ويعني طبيعته وكيف يمكن أن يؤثر في طبيعة المعركة مع الميليشيات الحوثية وغير هذه النقاط أيضا. لكن دعنا شيخ حميد نبدأ، والمشاهد الكريم طبعا، بمتابعة هذا التقرير ثم نبدأ حوارنا. في ترقب لما يكون تسمرت كل العيون على سيئون، فالمدينة التي تحتفظ بتأريخ الماضي اختارت أن تكون لها بصمتها في الحاضر ومشاركتها الفاعلة في صناعة المستقبل. وفي زمن الملشنة والنوائب تقدمت سيئون لتعلن عن نفسها عاصمة للنواب، لتؤكد حضر موت الأرض والإنسان أن جسد الوطن الذي اشتكى رأسه في صنعاء وقلبه في عدن من الملشنة التي تخشى عودة الشرعية، جسد تتداعى أجزاؤه ليعود كله وتستعاد دولته. احتضنت سيئون الجلسة التاريخية لمجلس النواب بنصاب قانوني قطع الطريق على المتعلقين بالأوهام، ليبدو النصاب وكأنه آخر قشة تعلق بها الغارقون في مخططات إفشال تفعيل مؤسسات الدولة. احتضنت قاعة واحدة الرئاسة والحكومة ومجلس النواب، وبحضور وتأييد عربي ودولي، والتقت في نطاق المناطق المحررة سلطات الدولة الثلاث:
الشرعية والتنفيذية والقضائية، وتلك مؤشرات تفتح المجال لجعل جلسة اليوم نقطة فارقة يصبح حضور الشرعية بعدها في الداخل مغايرا تماما لما قبل اجتماع مجلس النواب. حضور شرطه بالنسبة للرئاسة والحكومة تطبيع الأوضاع في عدن كعاصمة مؤقتة فعلية لا يغادرها الرئيس ومسؤولو الشرعية إلا للزيارات الداخلية أو الخارجية أو للانتقال منها إلى صنعاء، فيما شرطه بالنسبة للنواب جعل جلسة اليوم مقدمة لدورة مستمرة وجهود لا تتوقف قبل افتتاح النواب لأولى جلساتهم في مقر المجلس بالعاصمة، لتدشن منها مرحلة جديدة من مراحل الحياة السياسية التي تخاض معاركها في صناديق الاقتراع لا بصناديق السلاح. فهل يكون النواب عند مستوى الآمال المعلقة عليهم من قبل الشعب؟ وهل تنتقل الشرعية لأداء جديد بعد أن تجمعت في يديها أوراق جديدة؟ تساؤلات وحده الزمن من سيكشف عن إجابتها، وإن كانت الحقيقة الواضحة أن الشعب لم يعد يتحمل مزيدا من الإجابات المخيبة للآمال. شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، وأجدد الترحيب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من سيئون الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح. أجدد ترحيبي بك شيخ حميد. اليوم انعقد هذا اللقاء التاريخي لمجلس النواب في سيئون، كيف سار اليوم الأول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حقيقة يوم نضالي تاريخي كبير تمكنت فيه مدينة سيئون التاريخية، مدينة سيئون التي لها أدوار في الماضي، أن تؤسس لدور أيضا في الحاضر والمستقبل الكبير. فاحتضنت أول جلسة لمجلس النواب بعد انقطاع طال انتظاره، انقطاع قسري تسبب فيه الانقلاب الغاشم على الشرعية من قبل الجماعات المارقة، جماعة الحوثي. وبفضل الله سبحانه وتعالى واستشعارا من الشرعية بأهمية اكتمال نصاب مؤسساتها، واستجابة من النواب واستشعارا منهم أيضا بالمسؤولية، تم اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى كما ذكرتم في تقريركم وكما تابع العالم انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الذي ظل خارج الانعقاد منذ نهاية 2014. وكما ذكر تقريركم بفضل الله سبحانه وتعالى كان الانعقاد بنصاب كبير يعني ومريح، وتم فيه كما هو متوقع كأول خطوة من الخطوات اختيار هيئة رئاسة جديدة، رئيس جديد للبرلمان وهيئة رئاسة جديدة. وحضر هذا اللقاء رموز الدولة بالكامل، رئيس الجمهورية ونائبه، رئيس الوزراء ونواب وعدد من الوزراء، عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي إلى بلادنا، بالإضافة إلى القيادات السياسية وكثير من القيادات المحلية وموظفي وكبار موظفي الدولة. وحضر أيضا رئيس البرلمان العربي كضيف هام يؤكد دعم العرب يعني بكافتهم للشرعية اليمنية ومباركتهم لهذا الانعقاد لمجلس النواب. بانعقاد مجلس النواب اكتمل عقد مؤسسات الدولة الشرعية، بانعقاد مجلس النواب نستطيع أن نقول أن الشعب ونوابه يرسل رسالة جدية أن طفح الكيل بهذا الانقلاب، وأن الجميع على قلب رجل واحد في مواجهته، وأن لن يثنيهم عن ذلك احتلال عاصمتهم ولا تهديدهم ولا احتجاز حرياتهم. كما تعلمون فهناك لا زال عدد من أعضاء مجلس النواب الموجودون يعني رهن الاعتقال في مناطقهم ومنازلهم في المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابيين،
ومع هذا تمكن المجلس بفضل الله سبحانه وتعالى أن ينعقد في لوحة يمنية نضالية خالصة تنبئ بإذن الله أننا على موعد قريب مع إنهاء هذا الانقلاب، ومع موعد قريب حتى نرى كل اليمنيين صف واحد ولحمة واحدة، وأداء بإذن الله يعني أكثر تسديدا في الفترة القادمة وصولا إلى دحر هذا الانقلاب واستعادة الدولة، بالإضافة إلى قيام مجلس النواب بدوره المأمول في تمتين عرى الشرعية وفي تحسين أداء الحكومة وفي أيضا تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة إلى أن يستكمل تحرير كافة التراب الوطني بإذنه تعالى. بإذن الله تعالى. طيب شيخ حميد، الجميع أو أبناء الشعب اليمني كانوا ينتظرون من ممثليهم أن يكون الانعقاد قبل هذا اليوم في الحقيقة، وكانت هناك مطالبات ومناشدات ودعوات ليتم عقد مجلس النواب قبل هذا التاريخ، لكن أما وقد انعقد الآن، وكما يقال أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، فما دلالات الزمان والمكان أيضا لهذا الانعقاد؟ طبعا كما تعلم الانعقاد أتى بدعوة من رئيس الجمهورية وفقا لما يخوله الدستور والقانون، ونظرا لكون عاصمة البلاد يعني في وضعية لا تمكن مجلس النواب من أن ينعقد فيه، فقد دعا الرئيس مستخدما صلاحياته أن يتم الانعقاد في مدينة سيئون، وهذا له دلالته أن كل اليمن ستشارك في دحر هذا الانقلاب، كل اليمن تنظر إلى صنعاء وتقوم بدورها من أجل تحريرها من قبضة هؤلاء، وحضرموت التاريخ سيئون التاريخ فازت بهذا الشرف، وتقاطر عليها الأعضاء من كافة الانتماءات السياسية ومن كل المناطق ليعلنوا أن حزبنا هو اليمن، وأن كتلتنا هي مستقبل اليمن، وأن همنا هم واحد، أتينا هنا حتى نقوم بدورنا. وكان كثير من أعضاء مجلس النواب ينتظروا مثل هذا الوقت، أتيحت الفرصة الآن، توفرت الأسباب، كانت العزيمة قوية لدى الجميع، وأيضا إخواننا في التحالف لم يقصروا في تهيئة ظروف الانعقاد بشكل سلس كما يعني لاحظ وتابع الجميع، والمجلس بفضل الله سبحانه وتعالى لا زال مواصل جلساته وسيواصلها، لأنه لم ينعقد إلا ليقوم بدوره الدستوري. ومجلس النواب في مراحل ومن عضفات كثيرة من تاريخنا كان له مواقف، وكان أحد أهم المؤسسات التي حافظت على البلد وحافظت على كينونته، وهو اليوم سيقوم أيضا بهذا الدور، وسيرفض الجهود الكبيرة التي تمت خلال الفترات الماضية من منظومة الشرعية ممثلة برئيس الدولة ونائبي ومساعديه ومستشاريه، بالإضافة إلى الحكومة وقوات الجيش والأمن وبقية السلطات التي كانت قادرة على أن يكون لها دور، كما أن أعضاء مجلس النواب أنفسهم في خلال الفترات الماضية كثير منهم لم يكونوا منقطعين عن العمل وعن المتابعة وعن رفض الجبهات ومتابعتها وتفقد أحوال وأوضاع مناطقهم بقدر الإمكان، ولكن اليوم مجلس النواب كمؤسسة يعني بدأ ممارسة نشاطه، وهذا له ما بعده، وهذا إن شاء الله يقرب المسافات. هذا الاجتماع له ما بعده، يعني تتوقع أو يعني من ضمن برنامج مجلس النواب أن يظل في انعقاد دوري، يظل في انعقاد شبه دوري، يتوقف عند 3 أيام المعدة، ربما ما المطروح في المجلس شيخ حميد؟ لم يجتمع ويلتئم مجلس النواب حتى ينفض من دون أن يواصل عمله، لا شك، وكما تعلم المجالس النيابية تعمل من خلال اجتماعاتها العامة وتعمل من خلال لجانها، تعمل بالتنسيق والتواصل مع الحكومة ومع بقية مؤسسات الدولة، وأنا أعتقد أن خلال دورة الانعقاد الحالية هذه لن يتم رفع الجلسات حتى يستطيع المجلس أن يضع خطة عمل واضحة له، وسيستمر في أداء مهامه، وسيباشر أعضاء هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل ويعني لجان المجلس أعمالها، ويظل في حالة انعقاد. وما أود هنا أيضا أن أشير له أن هيئة الرئاسة التي تابعنا
يعني اختيارها بروح وطنية واضحة، هي تمت أيضا يعني بالالتزام بمعايير التوافق الذي نصت عليها المبادرة الخليجية، وأخذت في الحسبان مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي أتت ملبية لهذين الأمرين، وهي لتأكيد أن مجلس النواب ماض في إكمال ما بدأ في الفترة السابقة والوصول إلى اليمن الاتحادي المستقر، واستحضار الجهود التي تمت في خلال فترة الحوار الوطني والسعي لتطبيقها كجزء من المهام التي سيتحمل مجلس النواب أن يقوم بها ليقوم بالدور اللازم منه في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى القيام بما يلزم في تقريب مسافة المسافة التي تبعد بيننا وبين استكمال التحرير الكامل ودحر هذه العصابة واستعادة كامل التراب إلى سيادة الدولة بمؤسساتها كاملة إن شاء الله. طيب شيخ حميد، أشرت إلى أنه يعني ما عقد مجلس النواب لينفض، لكن نحن تابعنا سويا جهود تأمين المدينة سواء من قبل الحكومة الشرعية أو أيضا بدعم من إخوانهم في المملكة العربية السعودية ودول التحالف. السؤال هنا إلى أي مدى أصبح المجال والمكان مؤمنا لاستمرار عمل مجلس النواب في سيئون، خصوصا أن البعض يرى بأن التأمين ربما يكون مؤقت ويعني وجودهم في سيئون يحتاج إلى تأمين مستمر نظرا للتهديدات التي ربما تتم. المناطق الشرعية كثيرة، ومدينة سيئون بفضل الله سبحانه وتعالى استطاعت أن تحتضن هذا الفعالية. المجلس سيقرر بالتواصل مع بقية مكونات الشرعية وبالتعاون مع إخواننا في التحالف أين سيكون يعني موعد أو ومكان الانعقاد القادم، إما أن يكون في سيئون أو يكون في العاصمة المؤقتة عدن أو يكون في المكلا أو في تعز أو في مأرب أو في غيرها كثير من تلك المناطق التي أصبحت بيد الشرعية كلها متاحة، ويمكن أن ينعقد المجلس في أي منها، وبلا شك سيكون هناك الأمان العام للمجلس مقر دائم سواء في العاصمة المؤقتة وهو الغالب أو في مدينة سيئون، ويعني سيتم التغلب على اللوجستيات الخاصة بتوفير المكان اللازم والآمن، والإخوة الذي وصلوا أعضاء المجلس النواب وصلوا هم يفهموا التحدي الذي أمامهم ويعرفوا أن هذا التحدي لن يثنيهم أبدا، ويعرفوا المخاطر التي يمكن أن تحيق بهم انطلاقا من مناطق وجودهم وصولا إلى مدينة سيئون أو أثناء فترة تأديتهم لعملهم، ومع ذلك كان الشعور بالواجب شعور كبير وحضروا إلى هنا، ويحدوهم الأمل والتصميم أن يستمر المجلس. وأنا أؤكد أن المجلس لم ينعقد اليوم ويختار هيئة رئاسة جديدة إلا ليقوم بمهمته والتي لا يمكن أن تتم إلا باستمرار انعقاده، وهذا بإذن الله ما سنراه. جميل، أشرت إلى انتخاب رئيس جديد للمجلس، وهذا فعلا ما تم في اليوم الأول من خلال انتخاب هيئة رئاسية جديدة لمجلس النواب برئاسة الأستاذ سلطان البركاني وأيضا عضويات مجموعة أو ثلاثة من الأعضاء. السؤال هنا ربما يعني التوافق على شخصية الأستاذ سلطان البركاني في قيادة مجلس النواب ماذا تعكس؟ التوافق على شخصية الشيخ سلطان؟ نعم. ما هو السؤال؟ إيه تعكس يعني التوافق السياسي على والإجماع. والله تعكس على أن الأصل اليوم أن يتحمل الأمانة من هو قادر على تحملها، والعمل هو جماعي والكل فيه الخير، والشيخ سلطان يعني برلماني مرموق يكتسب خبرة جيدة، التقى مع بقية إخوانه في بقية الكتل، وتم التوافق فيما بينهم على تشكيل هذه الهيئة المتوازنة من المناطق المختلفة والمتوازنة يعني من الأطياف السياسية المختلفة، وكلهم تصميم على أن يعملوا يعني من منطلق وطني وليس من منطلق حزبي، أيا منا يكون في هذا المكان هو ممثل للمجموع، وبإذن الله يكون الكل مساندا له،
وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق والسداد والنجاح، وكل أعضاء مجلس النواب يعني يساندوهم من حضر اليوم، وهم كما ذكرت لكم يعني يفوق عددهم النصاب المطلوب بكثير، ومن لم يتمكن من الحضور وعندها الاستعداد للحضور وهم كثر، ومن لا زال يعني لم يتمكن من أن يخرج من قبضة الإنقلابيين، وإن شاء الله نأمل أن يتوافدوا إلى مقر الإنعقاد القادم بإذن الله، سواء كانت سيئون أو غيرها، ويشاركوا بقية إخوانهم في حمل المهمة الوطنية، لأنه لا يوجد خيار آخر إلا هذا. ولعلنا بإذن الله نتفائل أن تكون إنعقاداتنا عما قريب إن شاء الله في عاصمة البلد التاريخية مدينة صنعاء الحبيبة إن شاء الله. طبعا معروف، وهذا السؤال يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الأستاذ سلطان البركاني، لعلنا لو رجعنا إلى الماضي قليلا، هو أحد أركان نظام علي عبد الله صالح، والشيخ حميد الأحمر كان من الداعمين للثوار، ما الذي أو يعني ما الذي تستدعيه المرحلة الآن بعد هذا التوافق؟ مجلس النواب مشكل من الجميع، والمبادرة الخليجية كانت واضحة أننا أن هذا المجلس سيستمر أثناء الفترة الانتقالية إلى أن تنتهي ويتم إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة، وأن لدى الجميع روح مسؤولية ليتعاونوا على إدارة دفة البلاد بشكل توافقي في خلال المرحلة الانتقالية، وكانت الأمور تسير وفقا لهذه التراتبية لولا ما حصل من انقلاب مشؤوم أوقف يعني عجلة التاريخ من الدوران وحاول أن يرجعها للوراء، ولكن هيهات. واليوم يعني نحن لا نقف في الماضي، بل نتطلع إلى المستقبل، وفي إطار المؤسسة النيابية نحن أعضاء برلمان مستشعرون واجبنا، أدينا يمين أن نعمل لله سبحانه وتعالى ولوطننا، ولا يجب أبدا أن نتوقف عند خلافات سابقة. وما تجرعه اليمنيين من سوء هذا الانقلاب تجاوز كل الحدود، وكان يعني دافع لأن يرتص الجميع ويعرفوا أن هذا الوطن أغلى من أن نتوقف عند لحظة معينة، كما أن ما حصل في الفترات الماضية يعني كانت مرحلة تاريخية عظيمة في وجهة نظري. خرج الناس يعبروا عن رغباتهم، وبفضل الله سبحانه وتعالى استطاعوا أن يفرضوا التغيير السلمي، وساروا في مسارهم السلمي بثورتهم السلمية، وكانت المبادرة الخليجية تعبير عن حرص أبناء تلك المرحلة على تجنيب البلد أي مآلات أو اقتتال، وبفضل الله سبحانه وتعالى فعلا حصل التغيير السلمي دون الحاجة إلى الاقتتال، لولا ما حصل من التفاف على هذه المسيرة السلمية ومن انقلاب له ملابساته، وأظهر وجه آخر بشع لما كان اليمنيين يتمنوا أن يروه مرة أخرى في حياتهم. وأعتقد أنه أعطاهم تصميم كبير بأن لا يكون له وجود في مستقبلهم أبدا. فنحن اليوم أبعد ما يمكن أن نقف أمام يعني لحظة سياسية قد مضت وقد تجاوزناها، وبأيدينا مهمة كبيرة جدا، وهي استعادة الدولة وإعادة بنائها والانطلاق كإخوة نحو المستقبل. هذا ما نأمل أن نقوم به، وهيئة الرئاسة التي تم انتخابها اليوم حظت بإجماع الجميع وتوافق الجميع، وسارت بروح طيبة وأرسلت الانعقاد، وهذا الاختيار أرسل رسائل واضحة للجميع، وبما في ذلك أنه في وجهة نظري حدث اليوم سيعزز من ثقة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في صوابية ما قاموا به من مساندة للشرعية، وأن هذه المساندة لم تكن مقتصرة فقط على طلب ورغبة رئيس الدولة، ولكنها معبر عنها من مؤسسات الدولة المختلفة. وها هو اليوم يعني ينعقد مجلس النواب بهذا النصاب الكامل ليؤكدوا شكرهم وتقديرهم للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وإخوانها الأكارم في التحالف. وأتوقع وأعتقد أن هذه الدفعة ستزيد من حماسة التحالف،
وسنرى أداء ميداني أفضل وأكثر ثقة وصولا إلى إنهاء الانقلاب في وقت أسرع بإذن الله. بإذن الله تعالى. شيخ حميد والمشاهد الكريم، سنخرج إلى فاصل قصير، نعود ونكمل حوارنا معك عن الانعقاد التاريخي لمجلس النواب في سيئون. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، عدنا إليكم لنكمل حلقتنا وحوارنا مع الشيخ عبد الله بن حسين، الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عن الانعقاد التاريخي لمجلس النواب في سيئون. أجدد الترحيب بك شيخ حميد، وأهلا وسهلا مرة أخرى. استكمالا للحديث، البرلمان انعقد بالنصاب صحيح، وربما النصاب المريح كما أشرت، هناك مجموعة من النواب بقوا في صنعاء، كيف ينظر أعضاء المجلس لمن هم في صنعاء من الزملاء، زملائهم طبعا؟ ما يقوم به الانقلاب البغيض مع أبناء اليمن في المناطق التي يسيطر عليها يفوق ما يمكن أن يتم وصفه حقيقة في كل الاتجاهات. فأبناء اليمن اليوم يعني يتعرضوا لمآسي كثيرة من هذا الانقلاب، ليس أقلها يعني حالة البؤس والمجاعة ونشر الأمراض عن قصد فيما بينهم، ويعني تجنيد الأطفال واختطافهم من منازلهم ومدارسهم ليكونوا وقود للحروب، وإرغام الناس على أن يكونوا أو أن يتبنوا مواقف ليسوا مقتنعين بها تحت التهديد، ومن ذلك ما يتعرض له كثير من أعضاء مجلس النواب الذي لا زالوا موجودين، وهم يعني اليوم قل عددهم الحمد لله، وإن شاء الله يستمر في التناقص. يعني نحن نتوقع أن أكثر هؤلاء، وكمان نلاحظ أن كثير منهم لا يشارك في الجلسات الصورية التي تتم في صنعاء، طبعا هذه الجلسات ليس لها أي أثر وفاقدة للشرعية تماما، وهذه الجلسات تتم أولا بدعوة غير صحيحة لأنها لا تتم عن دعوة من هيئة رئاسة مجلس النواب، لأنه لم تنعقد هيئة رئاسة مجلس النواب السابقة أي انعقاد سليم وصحيح لدعوة النواب للانعقاد، كما أن هذه الدعوة الغير صحيحة والغير سليمة لبها أو أجبر على الحضور بموجبها عدد لا يصل إلى النصاب، يعني يعني تتم جلسات بثلاثين إلى أربعين عضو، قد يكون أكثرهم غير مقتنعين بالحضور ولكن مجبرين، وجزء يعني آخر مع أنهم مضطرين للبقاء في مناطق سيطرة الانقلاب إلا أنهم لا يشاركوا، فلهم منا التحية. نعم. ونقول نحن واليمن بانتظارهم، ويعني كثير منهم مقدر مواقفهم، وطبعا من أصبح منخرطا مع هذا الانقلاب ومقتنعا به معروفين، وهؤلاء يعني مواقفهم مدونة كما هي مدونة مواقف الشرفاء، ويعني التاريخ لا يرحم. وهناك أيضا مجموعة أيضا من الأعضاء في الخارج أيضا لم يحضروا، المجلس وأعضاء كيف ينظرون إليه؟ عدد قليل جدا من الإخوة الأعضاء الذين موجودين في الخارج لم يتمكنوا أو لم يحضروا، من ضمن هذا العدد بعضهم أصحاب أعذار واضحة، إما يعني أن يكون له ظرف صحي يمنع من الحضور، وفعلا عدد منهم نطلع ويطلع كثير من الزملاء أن لهم ظرف صحي يمنعهم من الحضور، أو يعني له مانع آخر، من ضمنهم مجموعة من الإخوة رجال الأعمال الذي يعني رأوا أنه استمرار نشاطهم التجاري الأساسي يعني لخدمة أبناء اليمن يعني قد يتعرض لأعمال مباطة من قبل الإنقلابيين في مناطق سيطرتهم، وبالتالي طلبوا أو رأوا عدم الحضور، وفي ظل وجود النصاب ربما لم يتم الضغط عليهم كثيرا، وعددهم أيضا محدود، كثير من
حتى من لهم مصالح ورجال أعمال وغيرهم من أعضاء مجلس النواب موجودين، والبعض اختار يعني أن لا يتسطر، فهذا له وبإذن الله يخدم البلد ويخدم الاقتصاد من حيث هو، ويكون مساند للشرعية مساندة فعلية من خلال المساهمة في صمود أبناء اليمن، وكل له تقديره. البعض قد ربما يكون له رأي وعددهم قليل جدا، ولكن يعني في كل الحالات عدم الحضور من قبل هذا العدد القليل يعني لا يعني أنهم غير راضيين أو رافضين للإنعقاد أو رافضين لقيام مجلس النواب بدوره، ولكن إما أن يكون لدى أي منهم مانع شخصي أو له موقف شخصي وليس رأي شخصي في الإنعقاد، كلهم مساندين للإنعقاد كما أعتقد. نعم، طيب مع انعقاد مجلس النواب في سيئون اليوم تاريخيا، تم إشهار التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، ما أهمية مثل هذا التحالف وما دللت أيضا توقيت الإشهار؟ حدثين هامين تم اليوم حقيقة، أن يتم أيضا إشهار التحالف السياسي الذي أمضت فيه القوى السياسية المساندة للشرعية فترة من الإعداد والترتيب ليكون ميثاق عمل سياسي واضح وقادر على أن يجعل من تواجد هذه المنظومة السياسية تواجد فاعل، ومساندتها للشرعية مساندة قادرة على أن يعني تعين الشرعية للقيام بواجبها في تحرير البلد. واليوم أن يتم هذا الإشهار بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب، يعني هي رسالة واضحة أن اليوم جسد الشرعية بمؤسسات الدولة وبالالتفاف الشعبي وبالمساندة السياسية أصبح أكثر متانة. رسالة كما ذكرنا يمكن أن تعزز من ثقة التحالف العربي وتعطي أداءها الميداني زخم أكثر وفاعلية أكثر، نرى إن شاء الله أثرها عما قريب، كما أنها ترسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي لتقول لهذا المجتمع الدولي أبناء اليمن بمؤسسات دولتهم المختلفة وبأضيافهم السياسية المتنوعة اليوم يقفوا موقف يعني رجل واحد وصوتهم واحد ورأيهم واحد، وبالتالي لا داعي يا مجتمع دولي أن تظل تمارس ضغوط في اتجاهات قد ربما تعيق يعني استرداد الدولة تحت مبررات يختلقها الطرف الإنقلابي من بالادعاء الخاص بالوضع الإنساني الذي هو تسبب فيه. وهذا المنظومة المكتملة اليوم من نواب الشعب، من رئيس الدولة، من الحكومة، من السلطة القضائية، من رجالات الأمن والجيش، من منظومة سياسية متحالفة بوضوح، كلها تمثل اليمن، ليست منظمات المجتمع المدني المجهولة التي ترفع تقارير خاطئة وتحاول أن تشوش الواقع لدى المجتمع الدولي، هي مصدر المعلومة. ولا من يمثل أبناء اليمن، من يمثل أبناء اليمن هم هؤلاء بأطيافهم المختلفة بمؤسساتهم المكتملة، ووجودهم بهذا الشكل أيضا يعلن مرة أخرى أن هذا الإنقلاب منبوذ، لا يحظى لا بسند جماهيري ولا بسند شرعي ولا بسند مؤسسي ولا بسند سياسي، بل أنه لم يستطع أساسا عندما يعني حصل ما حصل في سبتمبر 2014 وتم يعني المطالبة بإزاحة حكومة الوفاق المباركة، وقبلت الحكومة في وقتها يعني أن يتم تشكيل حكومة جديدة حفاظا على البلد، لم يستطع هذا الإنقلاب وأركانه أن يلتقطوا تلك المرحلة ليثبتوا أنهم قادرين أن يتعايشوا مع أبناء اليمن من خلال ما فرض على بقية الأطياف السياسية التوقيعه، وهو الاتفاق الملغي، اتفاق السلم والشراكة، فلم يعد فيه سلم ولم تعد فيه شراكة، وحاول الإنقلابيين أن يبتلعوا اليمن لكنها أكبر من قدرتهم على الابتلاع. وها هي اليوم مؤسسات الدولة وأحزابها السياسية ترتص لترسل هذه الرسالة كما ذكرنا أيضا للعالم، أنه يعني عليكم أن تساندوا هذه الشرعية اليوم التي هي أكثر متانة في استعادة الدولة، في تطبيق قرارة الشرعية الدولية، في تطبيقها وليس البحث عن مخارج تضيل من عمر الإنقلاب، ليس البحث عن ترضيات لهذا الإنقلاب الذي وقفنا ووقف العالم ووقف أبناء اليمن في محطات كانوا على وشك
الانكسار في أماكن مهمة، ويتم الضغط الدولي لإيقاف المعارك في تلك المنطقة والذهاب إلى مفاوضات يتم التوصل فيها إلى اتفاقات لا تنفذ، وآخرها اتفاق ستوكهولم الذي أشار إليه الأخ الرئيس في كلمته اليوم، مضى عليه عدة أشهر. ما الذي عملت ميليشيا الحوثي؟ لا شيء، استهانة بأبناء اليمن وبمعاناتهم، استهانة بالمجتمع الدولي وبجهوده، واليوم هذا الحشد الكبير السياسي والبرلماني والشرعي ومؤسسة الدولة تقول للمجتمع الدولي يجب أن تساند بوضوح. وقد تابعت وتابع غيري لا شك تصريح جيد من الخارجية الأمريكية حول انعقاد مجلس النواب، وهو تصريح دقيق، وأتوقع أن يعني تكون هناك تصريحات ورؤى مماثلة، وهذا يساند التحالف ويساند الشرعية في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الذي للأسف يرفض هؤلاء الانقلابين حتى الآن كل دعوات السلام، ولا يبقوا للوطن ولا لمؤسساتها الشرعية ومنظومتها السياسية والتحالف المساند له إلا أن يتوكلوا بعون الله سبحانه وتعالى في دحر هذا الانقلاب وفي الوصول عنوة إلى كل بقاع كل شبر في هذا الوطن وإنهاء إن شاء الله. طيب شيخ حميد، استمرارا للحديث عن التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الذي تم الإعلان عنه، هذا المكون الشامل لأكثر ربما من 13 حزب يمني من كبريات الأحزاب وأعرقها تاريخيا، إلى أي مدى يمكن أن يسهم في تعزيز مبدأ الشراكة، إصلاح الاختلالات، مسار الشرعية، تعزيز التوافق، وهذه المتطلبات التي تتطلبها المرحلة؟ الشراكة الناضجة مطلوبة على كل المستويات وفي كل الأوقات، فما بالك في أوقات مثل هذه الأوقات الصعبة، خاصة أن هذه المنظومة السياسية قد أثبتت بوضوح أنها انحازت للشعب وانحازت للشرعية وساندت بوضوح الشرعية وأيدت تدخل الأشقاء الذي أعلن أنه من أجل استعادة الدولة اليمنية وحمايتها يعني من أن تكون لقمة سائغة أمام أطماع الغير وأمام طيش الميليشيات في الميدان. فالمنظومة السياسية اليوم يعني بوضع إطار لتحالف السياسي تستحث العودة أيضا لمضامين المبادرة الخليجية التي أسست على مبدأ التوافق بين أطرافها السياسية، وستمثل هذه المنظومة السياسية الحامل السياسي للمشروع المستقبلي، وستكون رؤاهم يعني مهمة وتعاونهم مهم حول أن اليمنيين قادرين بإذن الله ليس فقط على يعني استعادة دولتهم وإنهاء هذا الانقلاب المشؤوم، ولكن على أن يبنوا دولتهم بشكل يعني ناضج ومتعاون وتشاركي، حيث أن كل هذا الطيف السياسي الموجود الذي يمثل مختلف الأطياف اليمنية قادر بإذن الله على أن يخطط رؤى واضحة للمستقبل ويسير باليمن واليمنيين نحوه. فنسأل الله لهذا التحالف التوفيق، وشيء مبارك أن يتم مع انطلاقه الجديد لمجلس النواب، مجلس الشعب اليمني، النواب الذي أتوا يعني مصرين على أن يقوموا بواجبهم ومستعدين أن يضحوا من أجل القيام بهذا الواجب. ولا زال هناك أيضا رسائل يعني نفهمها من هذا الانعقاد ومن هذا التحالف بإذن الله، سنسردها لاحقا. سنسرد هذه الرسائل. هذه التنازلات ربما التي تتطلبها المرحلة وكذلك الشراكة والتوافق، وهناك من يطالب طبعا بإصلاحات في مسار الشرعية بما يتناسب مع المرحلة واستكمال تحريرها، لكن كونك عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، إلى أي مدى ساهم التنازل الذي قدمه التجمع اليمني للإصلاح من منظور وطني كما يقول هو في إنجاح عقد هذه الجلسة التاريخية والتوافق على رئاسة المجلس؟ قد تكون كتلة الإصلاح بفضل الله سبحانه وتعالى أكثر كتلة تداعت كنسبة، نسبة أعضاء كتلة الإصلاح يعني الحاضرين من إجمالي عدد الكتلة يعني نسبة كبيرة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. والإصلاح من وقت مبكر موقف واضح، موقف مساند للدستور والقانون والشرعية، مساند للحفاظ على مؤسسة الدولة وعدم القفز عليها، يحذر من القفز إلى المجهول، ويعني يحذر
من المغامرات الطائشة التي يمكن أن تكلف الوطن والمواطن الكثير، يمد يده للسلام، يعني شارك بفاعلية في الثورة السلمية، ساند المبادرة الخليجية حقنا للدماء وتنظيما للفترة الانتقالية، يعني لم يتردد في قبول أن يتم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الملغي كمحاولة لتجنيب البلد المآلات، ووقف كحزب سياسي بمساندة قوية جدا للشرعية بعد هذا الانقلاب المشؤوم، ولا زال موجود متفاني، يعني آخر همه أن يطالب بمصلحة، مع أن المبادرة الخليجية واضحة وتطبيق مضامين المبادرة الخليجية مهم، ولكن يعني إنقاذ البلد أهم، وهذا لا يعني أن يتم يعني التقاط مثل هذا الأمر والتصرف المسؤول من قبل الإصلاح، يعني من قبل بعض الأطياف السياسية بتجاهل أو بمزيد من تهميش مضامين المبادرة الخليجية، لكن يعني إن شاء الله أنا أعتقد أن التحالف السياسي كفيل وقادر على أن يقرب المسافات وأن يقدم الإصلاح تضحية من أجل الوطن، أمر غير جديد وغير مستغرب على الإصلاح، فرجالاته وأبنائه أكثر من ضحى ووقف بصلابة كحزب سياسي وكمواطنين يمنيين يعني ضد هذا الانقلاب، ونحن أكثر الناس في الإصلاح عرضة لبطش أولئك الانقلابيين ولأقلام الغير منصفين، بل أن كثير ممن يعني يقف ضد المشروع الوطني حتى لكي لا يقول أنه يهاجم المشروع الوطني، يهاجم الإصلاح في هذا المشروع الوطني، لأنه يعلم أن الإصلاح يحمل بصدق هذا المشروع الوطني، وهذا لا يقلل من مواقف إخواننا في بقية الأحزاب السياسية، ونحن نساند أن نكون جميعا ولا نستأثر بمثل هذا الشرف، ولكن أيضا يعني نقول وفي ذلك فليتسابق، وفي ذلك يعني فليتنافس المتنافسون، نعم هذا فليتنافس المتنافسون، هذا مجال للتنافس من أجل الوطن، من أجل القضايا المصيرية، وبإذن الله يعني نرى أثر هذا الانعقاد، ولا يوجد تنازل إذا كان التنازل من أجل الوطن، ولا يوجد خسارة إذا كانت أساسا تؤدي إلى لحمة وطنية صادقة، ولا يوجد يعني نقص إذا كان الوطن هو الذي سيزداد ويزدان بمثل هذا التقارب، كان وسيظل الإصلاح يعني عنصر بناء في الجسد السياسي اليمني، وابن بار لهذا الوطن، ومدافع شرس عن شرعيته وعن حقوقه، بغض النظر عن ما يمكن أن يتعرض له أو يقدم من تضحيات ما دامت في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الوطن. أبدت المملكة العربية السعودية حرصا كبيرا في عقد مجلس النواب وانعقاده، ووفرت بلا شك المتطلبات اللوجستية والأمنية والمادية لهذا الانعقاد، كيف يمكن أن يعزز هذا الانعقاد اليوم، يعزز من علاقة الشرعية بإخوانهم وأشقائهم في المملكة العربية السعودية والتحالف ودول التحالف العربي بشكل عام لاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات التي تقبع تحت سيطرة الحوثيين؟ من باب الإنصاف حقيقة وجدنا حرص كبير لدى قيادة المملكة على انعقاد مجلس النواب، وسعي لتسهيل ما يمكن تسهيله وتوفير كل متطلبات إنجاح هذا الانعقاد في سيئون، واستعداد لاستمرار توفير مثل هذه المتطلبات لاستمرار انعقاد المجلس سواء في سيئون أو في عدن أو في غيرها من المناطق المحررة، وهذا جزء من الموقف المبدئي لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وإن شاء الله يعني نصل نحن وإياهم وبقية إخواننا في التحالف إلى ثمار هذه السنوات من العطاء نصرة للحق، ونقطف هذا الثمار، ولعلي أقول أخي الكريم أنت والمشاهدين أن الانعقاد التاريخي اليوم لمجلس النواب هو في حد ذاته إن شاء الله سيساهم في تطبيع أوضاع المناطق المحررة، وفي يعني إرسال رسالة قوية أن جسد الشرعية اليوم أصبح أكثر قدرة على تحمل الأمانة في هذه المناطق وعلى تولي أمورها بشكل مباشر وعلى يعني ممارسة الأعمال السيادية فيها يعني بشكل كامل وناضج، فانعقاد المجلس يعزز من صوابية أداء الشرعية
ويعني يعلن رسالة أن الحكومة اليوم تعمل بمساندة ورقابة من السلطة التشريعية، وأن عقد مؤسسات الدولة مكتمل، وبالتالي لا يوجد ما يمنعها اليوم من أن يعني تطبع الحياة في المناطق المحررة. هذا ما يجب أن يكون، وهذا بإذن الله إن شاء الله ما أعتقد أن التحالف بقيادة المملكة ينوي أن يقوم به، وسنرى أن هذه المناطق المحررة عندما تطبع فيها الحياة هي في حد ذاتها خطوة مهمة وأساسية نحو استكمال تحرير البلاد وإنهاء الانقلاب وعودة الدولة بشكل كامل لما لذلك من أثر معنوي، وللرسالة المهمة التي ترسل لأبناء اليمن أن هذه هي دولتكم التي يعني حريصة على حياتكم، على تقديم الخدمات لكم، على توفير الأمن لكم، وما سنراه بإذن الله في المناطق المحررة كخطوة إلى أن تستكمل تحرير بقية المناطق سيكون خير شاهد على ذلك. كما أن الانعقاد اليوم رسالة واضحة أنه لا مكان للمشاريع الصغيرة، يمن اتحادي جمهوري مستقر، لا مجال للأصوات التي نسمعها من هنا أو هنا. الشعوب تعبر عن نفسها وبمؤسساتها الشرعية، والاستكتابات في مواقع التواصل الاجتماعي لا تغير في الأمر شيء حتى وإن زاد حجمها. اليوم نجتمع في سيئون، اليوم يأتي أبناء وأعضاء مجلس النواب من كل المناطق المحررة في مناطقها وفي مقدمتها كتلة أبناء المناطق الجنوبية بشكل واضح ليقولوا نعم لليمن الاتحادي، نعم لدولة العدل والمساواة، نعم للوحدة التي الواعية التي تقوم على احترام الحقوق والتي تستفيد من الماضي، والتي تم التعبير عنها في حوارات أبناء اليمن في مؤتمر الحوار، وخرجوا بمشروع دستور ينتظر استكمال الانتهاء من هذا الانقلاب حتى يطرح على أبناء اليمن عبر مؤسساته الدستورية لتتوج هذه النضالات ويستعيد اليمن أمنه واستقراره. نعم، كل هذه المعاني يختزلها حدث اليوم الهام، كل هذه المعاني ترسل رسائل واضحة لمن يريد أن يرى، ونحن ندعو الجميع إلى التعايش، إلى التآخي، إلى التسامح. يعني من يعتقد أن له حق، طرق المطالبة بهذا الحق والسير فيه واضحة، خاصة بعد ما مر باليمنيين من تجارب يعني كافية إن شاء الله. نعم. طيب شيخ، بقي دقائق قليلة وسأترك لك دقيقتين لنستمع إلى الرسائل التي يمكن أن توجهها، لكن قبل هذه الرسائل فيما يتعلق، نعم، هل ما زال الشيخ يسمعني؟ إذن ربما انقطع الاتصال مع الشيخ حميد الأحمر، سنعاود الاتصال به، ومنتظرين أن يكون معنا في هذه الدقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة. و بانتظار أن يكون معنا الشيخ حميد الآن لنكمل حلقتنا وحوارنا معه في الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء، لم يتبقى سوى دقائق فقط. كان بودنا أن نستمع للرسائل التي كان يرغب الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر أن يوجهها في هذا اللقاء. إذن ربما بعد لحظات سيكون معي الشيخ حميد، ثواني فقط وسيكون معنا لنكمل حلقتنا وحوارنا. إذن عدت إلينا الشيخ حميد، لي سأتجاوز السؤال الذي كنت يمكن أن أطرحه وأختم سؤالي بالرسائل التي تحب أن توجهها في هذا اللقاء وفي هذا الحدث التاريخي فعلا من عمر اليمن الحديث. الشكر والتقدير لحضرموت، الشكر والتقدير لسيئون، الشكر والتقدير لأبناء حضرموت وسيئون، لقيادة المحلية، للمحافظة، لقوات الأمن والجيش المرابطة على أرضها. الشكر والتقدير للأخ الرئيس الذي يعني بادر إلى دعوة المجلس للإنعقاد. الشكر والتقدير للنواب الذي حضروا من مختلف المناطق ليلتئم شمل هذه المؤسسة الدستورية الهامة.
وشكر والتقدير والدعاء لهيئة الرئاسة الجديدة وللمجلس إن شاء الله بالتوفيق والسداد، والدعاء أيضا لإخواننا في المنظومة السياسية الحامل السياسي للمشروع اليمن المستقبلي لمزيد من الالتحام ومزيد من الجهد والعمل من أجل مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. الشكر والتقدير لإخواننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بقيادة سلمان الخير وولي عهده. إن شاء الله نرى هذه الجهود قد أثمرت، وأعتقد أن الجميع اليوم علم وبرسالة انعقاد المجلس أنه لم يعد هناك وقت، لم يعد هناك وقت نعطيه لهذا الانقلاب حتى يعوث ويلوث بأبناء اليمن ولا يذيقهم الأمرين ولا يغير من مناهج مدارس الأطفال الموجودة تحت سلطته، ولا يلوث أفكارهم ولا يزج بهم في محارق الحروب التي يخلقها لمصالحه وطموحاته ونزواته، مع أنه يعلم أن لا حق له في ذلك، وأنه منبوذ من أبناء هذا الوطن، منبوذ من الإقليم، منبوذ من العالم. انقلاب يعني لا سند شرعي له ولا بقاء، وأي مكابرة في ذلك إلا إنما هي زيادة مستوى الألم وفاتورة يعني ما سيتحمل من فاتورة من الجرائم التي يرتكبها بحق اليمن وأبنائه. أتمنى لسهيل سهيل اليمن، سهيل التي ساندت ووقفت وتابعت وغطت طيلة السنوات الماضية، سهيل التي كانت في الساحات، سهيل التي انتقلت مع أبناء اليمن في كل مراحل نضالهم وهم يحلموا بدولتهم المنشودة، دولة الغد المشرق إن شاء الله، سهيل التي عانت وعانى أبنائها وقدمت الشهداء والجرحى، سهيل التي لم تبخل ولم تبحث عن كسب مادي، التي تعطي من أجل رسالة واضحة تحملها في سبيل الله وفي سبيل هذا الوطن. سهيل بطاقمها نفخر بها ونعتز بها ونعتز بمن فيها، وهذا جهد من أبنائها والقائمين عليها في هذه القضية الوطنية ضمن الجهود الكبيرة التي تقدم من أبناء اليمن المخلصين والتي تنتظر مزيد من جهود البقية. الرسالة أيضا لأبناء الشعب اليمني، توحدوا، فما والله رأيتم من هذا القبح إلا بسبب أنكم تفرقتم في مرحلة معينة. الاختلاف السياسي والمطالب بالحقوق السياسية ما فيه ضرر، ولكن أن يصل اختلافنا إلى الحد الذي ينخر في جسد دولتنا هذا الانقلاب فهو لا يرضينا أبدا، وعلينا أن نتوحد. وقد اقتربنا قد اقتربنا قد اقتربنا، وما ذلك على الله بعيد. وإن شاء الله نلتقي في صنعاء، نلتقي في عدن، نلتقي في سهول اليمن وجبالها محررة كريمة، نلتقي لنرمم جراحاتنا ونعيد بناء أنفسنا. وكم هي الشعوب التي حصلت لها كبوات ودخلت في دورات عنف ولكنها خرجت أقوى. نحن بإذن الله نكون من هذه الشعوب بعون من الله سبحانه وتعالى وعزيمة من أبناء اليمن وعون من إخواننا وجيراننا وأشقائنا. والسلام على إخواننا في سهيل وعلى مشاهديهم الأكارم. وعليك السلام والرحمة، وألف تحية لك الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر عضو مجلس النواب. سعدنا بإطلالتك اليوم عبر شاشتنا في هذا الحدث التاريخي لمجلس النواب وانعقاده في سيئون. كل الشكر والتقدير لك ولمشاهدينا الكرام الذين تابعونا في حلقة اليوم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة لنغطي ونواكب معكم مستجدات الأحداث وآخر التطورات. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.